ناس عم بتفوت من وراهم سو يمكن نوصل. يلا جود لك لكين لأحمد. المنافس الوحيد لفادي بستاني بريد بول كار بارك دريفت على التراك حاليا. يلا على الباب السريع هلا. لا معلش انجل انجل بياخذ العقل وكمان قريب كثير من الثاني اللي ورا هي لثاني مره بيطلعها. يلا عند الكليبينج بوينت هلا. انجل مخيف انجل مخيف انجل مخيف. انجل بياخذ العقل على الكليبينج بوينت شيء بخوف. اي 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 عنده بنالتي ضرب بالفوتن بارير. شفناه هو عم بفوت على اول بوكس ضربت الجهه اليمين خلفيه سيارته بالووتر بارير شانه لمسته بس هيدي بتعني 8 نقاط بده يخسرها. بنشوف يعني تنافس رح يكون كبير الظاهر بالنقاط.